صباح عليكم بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم شاي الضحى، وإن شاء الله اليوم تستمتعون معنا بمواضيعنا وفقراتنا اللي جهزناها لكم لحلقتنا لهذا اليوم. لكن في البداية أحب نتكلم الصراحة في موضوع وايد حلو، لأن الأجواء صارت جدا جميلة، وخصوصا يعني قاعدين نلاحظ الجو قاعد يميل حق البرودة، فحلو دائما أن الواحد يمارس الهوايات الخارجية، وخصوصا إذا كان عنده بالبيت حديقة حلوة ممكن أنه ينسقها بشكل منظم. علشان كذي خصصنا لكم فقرة جدا مميزة إن شاء الله راح تكون مع فقرة زراعية، ومثل ما احنا قلنا بأن موسم الزراعة الداخلية والخارجية في ازدياد لهذا الموسم، راح تكون عندنا معلومات عن الزراعة مع زميلتنا افتخار الهاشمي في هذه الفقرة، تابعوها. صباح الخير عليكم مشاهدينا، وحياكم الله معنا في فقرتنا الأسبوعية الحديقة المنزلية. يعود تاريخ الزراعة في الكويت إلى ما قبل اكتشاف النفط، ولكن مع التقدم الحضاري والتكنولوجي وتطور الفكر نشوف المرأة باتت تهتم في هذا النوع من الهواية. البعض عندهم هواية والبعض الآخر تخصص، لكن دلال عندنا اليوم مثل ما عودتنا كل أربعة تتكلم عن أهمية الزراعة. دلال عندها الزراعة هواية، هي مهندسة كهرباء، ولكن حبها للزراعة خلاها تهتم في الزراعة، جربت تقول أنواع كثيرة من الزراعة. اليوم راح نتكلم عن الزراعة الخارجية. في الفقرة السابقة تكلمنا عن الزراعة، كيف نختار المساحة وتأثير الشمس والمسافة ما بين شتلة وأخرى، أما اليوم راح يكون موضوعنا آخر ومغاير. بدينا واخترنا المكان يا دلال. أول شيء صباح الخير. صباح النور. اخترنا المكان وحطينا الشتلات، ما بعد هذه المرحلة، ما هي المرحلة الأخرى؟ الحين نوصل حق مرحلة العناية بشتلاتي. العناية تنقسم ان انا اغذيهم بين فترة وفترة، ان انا اعلقهم مثلا، اثبت الزرع علشان ما تنكسر السيقان، لان احنا عندنا بالكويت ما شاء الله الهواء تارس طول الشتاء. انزين، وبعدين مرحلة التقليم عندي. التقليم ان انا اقلم النبتة او اشيل يا اما القمة النامية او الافرع الجانبية. انواع النباتات تختلف، فبالتالي يختلف التقليم بينها. مثلا الطماط احتاج اشيل الافرع الجانبية، اما الريحان ورقيات احتاج ان انا اقصها من فوق من القمة النامية علشان تتفرع عندي زيادة وتطلع فروع جديدة. وهم التغذية، يعني كل شهر ونص احتاج ان انا اغذي، لكن انا شخصيا انصح بالتغذية العضوية فقط. في بدائل ثانية وايد حق التغذية العضوية فعلا. بعد حابين نتكلم في موضوع التغذية، يعني كثير من عندنا يشتري، يروح المشاتل ويشتري هالنباتات، اول اسبوع النبتة مشاهدينا من اجمل ما يكون، لكن عقب فترة نشوف اطراف الورق يعني يا انه يسود او انه تحسين ان النبتة اذبلت. شنو الاسباب اللي قد تؤدي الى هذا الشيء؟ لان بعض المشاتل تستخدم الاسمده الكيماويه. علشان النبته لما نشوفها بالمشتل تكون وايد حلوه وننجذب ان احنا نشتريها، لكن بعد كذي لما ننتقل للبيت احنا نبي التغذيه العضويه. التغذيه اختلفت العضويه عليها البيئه طبعا اكيد. تختلف، لان المشتل نفس ما تشوفين كنت غالبا في محميه، بعدين انا اي البيت واحطها فجاه تحت الشمس اكيد راح تختلف عليها البيئه. وهم نوع التغذيه يختلف، هناك كانوا يعطونها مثلا جرعات عاليه من المغذيات، احنا لا، احنا الحين نيجي نخفف جرعات المغذيات ونستخدم بدائل طبيعيه، او حتى لو نشتري مواد عضويه. شيء جميل. بما ان احنا قاعد نتكلم عن البدائل وموضوعنا يعني هي الحديقه المنزليه، ما هي البدائل المنزليه ممكن انا استفيد منها في الزراعه؟ اي، نفايات البيت وايد ممكن حتى استخدمها لعمل الكومبوست او السماد النباتي. وهم في اشياء بسيطه نقدر كلنا نسويها. خلي الكومبوست ممكن يكون صعب على البنات انهم يقلبونه او يسقونه كل يوم. البدائل الطبيعيه عندنا قشور البيض، ما في بيت بالكويت فاضي، دائما عندنا قشور بيض مليانه. عندنا قشور الموز، عندنا بقايا الاسماك والنباتات البحريه، وبقايا القهوه ما شاء الله الحين كلنا نشرب قهوه، يعني القهوه نيتروجين عالي وتساعد التربه نفسها ان هي تمتص باقي المواد. عندنا البيض اللي هو الكالسيوم. كيف استخدامه؟ نعقمه بعد ما نستخدم البيضة ونكسرها، نعقمه تحت الشمس يومين وبعدين نطحنه ونحطه بجانب ساق النبتة بكمية صغيرة، يمكن قفشة شاي قفشتين شاي، وندفن هذه القشور. مع الوقت راح تتحلل وتمد للنبتة بالكالسيوم. نعم. أما عن قشور الموز؟ قشور الموز يا أما نستخدمها كمنقوع، ننقعها ليلتين وبعدين نسقي بالماء، أو إن احنا نجففها ونطحنها نفس البيض. نعم. طيب دلال، هناك نباتات أنا يعني لازم أزرعها في حديقتي عشان أحافظ على نباتاتي، نقول من الحشائش او من الفطريات، في اشجار معينه انا لازم ازرعها؟ طبعا هذه تسمى حماية تكون حق الزرع. اكيد هذه تسمى بالنباتات الصديقه او الكومبانيون بلانت. نزرع نباتات
معينة بجانب نباتات أخرى وظيفتها أنها تطرد الحشرات عنها، تفرز رائحة أو شيء معين أنها يطرد الحشرات. مثلاً عندنا شجرة النيم، شجرة النيم وايد ممتازة بالكويت، تتحمل أجواءنا الباردة وهم الحارة، وبسرعة تضرب جذورها، نفس ما نقول بالكويتي تضرب جذورها بالأرض. شجرة النيم هي أصلاً تفرز رائحة أو زيت معين أنه يطرد الحشرات عن باقي النباتات بالحديقة. نعم، شيء جميل أن واحد يكون عنده حديقة منزلية، والأجمل مشاهدين هو إعادة التدوير اللي عرفناه من خلال المهندسة دلال. أترككم في أمان الله ومع السلامة. شكراً لزميلتنا افتخار الهاشمي على هذه الفقرة الجميلة، ومثل ما قلت لكم بأن الأجواء جداً جميلة ومميزة، لكن يمكن اليوم الصبح الساعة 6 معظم سكان دولة الكويت شعروا بهزة أرضية أو الزلزال، علشان كذي احنا دائماً نتأكد من هذه المعلومات مدى دقتها، وين صار بالضبط كل هذا وأكثر. إن شاء الله راح يكون مع هذا الاتصال الهاتفي مع المؤرخ والفلكي عادل السعدون. صباح الخير أستاذ عادل، حياك الله معنا في شاي الضحى. الله يحييكم، صباح الخير لكل المقيمين بالكويت والكويتيين. حياك الله معنا في هذا الاتصال. نبي نطمن السادة المشاهدين في البداية أستاذ، وخلينا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر، هذه الهزة الأرضية اللي شعر فيها معظم سكان دولة الكويت. هذه الساعة 6:04 الصبح اليوم الفجر صارت هزة أرضية في منطقة الحدود الكويتية السعودية، يعني غربي منطقة المناديش على الحدود، شمال خبرة الرديفة. نعم. في المنطقة هذه الحقيقة هذه المناطق دائما تحصل فيها زلازل وهزات أرضية نتيجة سحب النفط الموجود، لأن هذه منطقة بترولية. نعم. العادة لما يسحبون النفط يصير هناك فراغ، معنا بالسنوات الأخيرة قامت رسوم مكان النفط ماي عشان يحافظ على التوازن، لكن تحدث انهيارات، فهو الحقيقة انهيار وليس زلزال. نعم. ونتج عنه هزة. نعم. والهزة كانت بقوة 4.3 ريختر. نعم. احنا نعرف مقياس ريختر يوصل إلى 9، فأي شيء أقل من 6 ما يعتبر خطير. نعم. يعني 4, 4.5 تحس الناس بالهزة، لكن فوق 6 هني يصير البيوت تطيح يعني. نعم. وكل ما زاد الرقم 7 أو 8 يكون زلزال شديد. نعم. إذن أستاذ عادل إحنا نقول بأن نطمن السادة المشاهدين ما في خوف، لكن اللي حسوا في هذا الموضوع أو هذه الهزة الأرضية هو طبعا كان لأسباب مثل ما ذكرتها حضرتك. نعم، هو العادة الزلازل تصير في المناطق اللي بين الصفائح التكتونية، يعني إحنا الجزيرة العربية كلها يسمونها الصفيحة العربية، إحنا نجاور الصفيحة اليورو آسيوية اللي هي بإيران، هناك دائما على حدود هذه الصفيحة اللي على جبال زاغروس وتمتد شمالا إلى تركيا وإيطاليا وتنزل إلى أفغانستان وشمال الهند، هذه دائما منطقة فيها زلازل لأن هي حدود بين صفيحتين. نعم. دائما الزلازل تصير والبراكين في الحدود اللي ما بين الصفائح، إحنا لا، في وسط الصفيحة العربية، وبالتالي اللي قاعد يحصل هي هزات أرضية نتيجة الحفر البترولي، مو نتيجة تحرك الصفائح. نعم. إذا المنطقة بعيدة عن منطقة الزلازل، ونقول دولة الكويت تحديدا أستاذ عادل. لا، الكويت إن شاء الله آمنة، يعني من زلازل كبيرة آمنة. الحمد لله. الزلازل اللي تحدث في بين الصفائح آمنة. نعم نعم، يعطيك ألف عافية أستاذ عادل السعدون على هذه المداخلة معنا، وطمنا أكيد السادة المشاهدين. شكرا لك. هلا فيك، هلا والله، مرحبا. يعطيك ألف عافية. علشان شدي احنا نقول مشاهدينا دائما ناخذ المعلومات من الأشخاص المختصين، يمكن بعض المرات مثل هذه الهزات الأرضية تنتشر بين الناس الواتسابات الإشاعات بأن هناك زلزال، ومثل ما ذكر الأستاذ والمؤرخ الفلكي عادل السعدون بأن هذه هزة أرضية طبعا كانت لها أسبابها، والأسباب جدا واضحة بالنسبة لهم. فنطمن السادة المشاهدين ونكمل معاكم مواضيعنا لحلقتنا لهذا اليوم، لكن من بعد الفاصل خلكم ويانا. ضيوف حلقة اليوم: زهرة تقي، أخصائية نطق وسمع ومدربة أولياء أمور. ضيفتنا القادمة: المهندسة فاطمة زلزلة، مؤسس مبادرة إيكوستار.
عندما تتعطل لغة الكلام الزهور عالم ينطق بجميل الشعور. معكم سارة أشرف منسقة زهور ومدربة في نفس المجال. تابعونا في فقرة عالم تنسيق الزهور في الفقرة الأسبوعية. تابعونا. صباح الخير، معاكم دلال الكندري مهتمة في الزراعة المنزلية العضوية. تابعوني في فقرة الزراعة المنزلية تفاصيل أكثر. لكل من يعيش على أرض دولة الكويت تمسك بأمرين، فبعد تخفيف القيود الموضوعة لمواجهة وباء كورونا يبقى التباعد الاجتماعي سبيلنا لوقف التفشي، ويبقى التزامنا بلبس الكمامة حماية للمجتمع. هي عودة تدريجية لا انفتاح كلي، وسلامة الفرد سلامة وطن. إذن رجعنا مشاهدينا، ورح نتواصل معاكم بمواضيعنا في برنامجكم شاي الضحى. والصراحة الشباب الكويتيين جدا مبدعين، ودائما أيضا السيدات يعني لهم بصمة واضحة في كل المجالات. موضوعنا اليوم الصراحة ما هو غريب، يمكن في الفترة الأخيرة وسائل التواصل الاجتماعي بكل مكان قاعدين نشوف اسم شخصية كويتية مميزة جدا، وفعلا يعني احنا نتشرف ان نستضيفها في برنامج شاي الضحى. لكن تمهيدا لهذا الموضوع نقول لكم بان اعلن برنامج الامم المتحدة للبيئة فوز المهندسة فاطمة الزلزلة بجائزة ابطال الارض الشباب. الجائزة يتم منحها سنويا لسبع فائزين تحت سن 30 عام في دول مختلفة من العالم. تفاصيل اكثر لهذه المبادرة مع ضيفتنا المهندسة فاطمة الزلزلة مؤسس مبادرة ايكوستار. في البداية نهنيك اختي فاطمة، حياك الله معنا في شاي الضحى. شكرا جزيلا على استضافتي ويعطيكم العافيه. انت اللي يعطيك العافيه، نورتينا، نورتي مكانك وبيتك. برنامج شاي الضحى اللي يدعم السيدات دائما وابدا في كل المجالات اللي تطمح لها المراه. شكرا جزيلا مره ثانيه، وايضا يعطيكم العافيه جميع المعدين في هذا البرنامج. نعم، يعطيك الف عافيه. خلينا اول شيء نتكلم عن هذا المشروع ومبادره ايكو ستار، وشويه نوضحها للساده المشاهدين. مع انك ما شاء الله يعني بالفتره الاخيره يمكن طلعتي تكلمتي اكثر، لكن اليوم نخصك في هذا اللقاء ونخليك تاخذين راحتك معنا بالكلام. شكرا جزيلا على هذه الفرصه. مشروع ايكو ستار مثل ما ذكرت سابقا هو مشروع ومبادره بيئيه تخص اعاده التدوير. احنا في هذه المبادره نعمل على اعاده تدوير ثلاث انواع من المواد، وهي الورق، البلاستيك، والمعدن. يعني شنو؟ يعني احنا عندنا سيستم وجدول معين كنا نشتغل عليه من خلال صفحتنا في الانستغرام، هي الصفحه اللي كنا نزيد من خلالها الوعي البيئي ونعلم الناس شلون يفرزون النفايات، شلون يفصلونها، شلون يضفونها ويسلمونها لنا بهدف اعاده تدويرها. يحجزون موعد واحنا من خلال جدول معين مقسم الى محافظات في الكويت نستلم من الشركات، من المنازل، من المدارس، من المطاعم نفايات مفروزه بالتعاون مع مصانع اعاده تدوير. بالمقابل نكافئ المشاركين معنا، او كما احنا نسميهم ايكو ستارز. ايكو ستارز تاتي بمعنى النجم البيئي، احنا نسميهم نجوم البيئه اللي شاركوا معنا او حتى العملائنا. يعني نكافئهم من خلال إعطائهم نباتات. يعني بالمختصر المفيد، أعطني نفايات أعطيك نباتات. بالتعاون مع شركة مشات المسيلة للمقاولات الزراعية، كل النباتات اللي وزعناها وزرعناها بمقابل النفايات اللي استلمناها كانت مجانية. نعم، وأكيد هذا تشجيع ودعم منكم إن الكل يزرع، ونخلي الكويت أكيد إن شاء الله تصير خضرة. وهذا طبعا شوفي تكملة على فقرتنا يمكن في بداية الحلقة إذا شفتيها كنا نتكلم عن الزراعة وأهميتها وأيضا الزراعة داخل البيت. خلينا نرجع معاك فاطمة لهذا الموضوع أكثر، والجائزة إيش كثر تعني لك شخصيا؟ والله شخصيا وبكل أمانة من خلال تشجيع أختي لي صراحة، هي
أنا دائما أذكرها في كل مقابلة لأن هي البطل الحقيقي فعلا في هذا المشروع. الله يخليها. كانت أختي مروة زلزلة كانت هي الداعم الأول والمجهود الكبير في هذا المشروع. كنا متوقعين للأمانة أن إحنا راح ناخذ هذه الجائزة لأن مجهودنا أو مشروعنا كان وايد كبير على مستوى حتى الإقليم. ما أكيد. في مشاريع من هذا النوع. صحيح. تخضير زائد معلومات زائد إعادة تدوير في مشروع واحد وتوعية ما كان في هذا النوع من المشاريع. والنقطة الثانية هو إضافة اسم الكويت من الناحية الإيجابية في المجال البيئي، هذا شيء ما شفناه. احنا بالاقليم هذا كله الشرق الاوسط كله بالبيئه تعبان، دائما نشوفه في الدراسات عن التلوث. صحيح. رقم واحد او رقم اثنين او رقم بالتوب 10 العشر الاوائل نشوف اسم الكويت تلوث، اسم الكويت اعلى معدل استهلاك وانتاج النفايات في العالم، اسم الكويت دائما في الدراسات السلبيه. ان اشوفه في جائزه بيئيه هذا ان شاء الله يكون نقطه ايجابيه وانطلاقه بيئيه كبيره للكويت. اكيد اختي فاطمه، يعني كونكم كشباب وفكرتوا وخصوصا حضرتك يعني استغليتي حتى فكره انه يكون في مشروع شبابي ايضا، خلينا نقول الشخص ممكن يسوي ريسايكل على المواد الموجوده اللي هي اصلا ما تحلل او اي شيء ممكن يضر البيئه. حتى قبل الفاصل كنا نتكلم عن بعض المواد اللي ممكن هي تكون مضره للبيئه، لكن انا ودي اتكلم اكثر عن هدفكم من هذا المشروع، شو اللي قدرتوا توصلوا له من خلال مشروعكم؟ اول شغله كنا نبي نحط القواعد الاساسيه للمشاريع البيئيه. نعم. اللي نفتقدها. واحد، اعاده تدوير. وين تطلعون برا او حتى في بيوتكم، هل عندكم حاويات اصلا مفروزه لفرز النفايات؟ هذا الشيء مو موجود. هذا الشيء احنا حاولنا او الحمد لله سوينا او شفنا نتائج ايجابيه من هذا المشروع. الناس اللي كانوا يشاركون معنا كان عندهم حاويات داخل البيت لفرز النفايات، هذا واحد. الشغلة الثانية التخضير، التخضير غير مشجع في الكويت، دائما مشاريع التخضير في الكويت تواجه صعوبات إذا بنقول إذا أو بنبسطها يعني عشان ما ندخل في تفاصيل ومواضيع كبيرة، تواجه صعوبات وعقبات كثيرة. إحنا شجعنا التخضير زائد جمع المعلومات. مو معقولة دولة من أغنى الدول في العالم ما تملك معلومات وأحصائيات بيئية مهمة. نعم. يعني إذا بتسألون كم معدل استهلاك الفرد الكويتي الواحد للنفايات شهريا، أو هذه المنطقة إيش كثر تنتج نفايات، أو هذا البيت مثلا إيش كثر ينتج، ترى ما حد يعرف. هذا شيء إحنا كنا نسويه مع كل عملية استلام، كنا نوزن كل نفايات مفروزة منفصلة بهدف دراستها بعدين. نعم كوفيد 19 جت وعطلت وايد أمور وقطعت علينا مشوار، لكن عندنا كم معلومات ما حد عنده بالكويت. ما شاء الله دولة الكويت يعني حريصة جدا على الشباب، طورت الشباب، علمتهم، دخلتهم في مجالات كبيرة تقارن بالدول الكبيرة من حيث دراسة، بعثات خارجية وغيرها. هذا يخلي الشباب مؤهل أن هو يساعد في مثل هذه الإحصائيات وهذه الدراسات. من اللي يبني الكويت غير شبابها اللي فعلا قاعدين يجتهدون ويبحثون؟ هذه الديرة الطيبة اللي عطت الكثير، بالمقابل أي شيء إحنا قاعدين نقدمه لها ما يعتبر شيء من اللي قدمته لنا دولة الكويت، وإحنا نفتخر فيكم اختي فاطمة أمانة. يعني مثل هذا المشروع مثل ما ذكرتي فيه تفاصيل جدا مهمة خصوصا بما يهم البيئة. تكلمت يمكن من قبل شوي في مواد هي طبعا تساهمون أن أنتوا تقومون بإعادة تدويرها، خلينا نتكلم عن نوعية هذه المواد. أول شغلة مثل ما قلنا إحنا كنا نجمع المواد الورقية. لما أقول مواد ورقية هذا يشمل كل شيء اسمه ورق، أي شيء مر بالكم يتبع الورق مثل الكرتون حتى كنا ناخذه، كتب، دفاتر، أوراق A4، أوراق صغيرة، أوراق كبيرة، كل شيء لا علاقة في الورق هذا كنا نجمعه. نعم. النوع الثاني هو البلاستيك. البلاستيك على الأقل 7 أنواع، مو كل المصانع تسوي إعادة تدوير حق البلاستيك، والبلاستيك هو الأسوأ في إعادة تدوير. صحيح. ليش؟ مو لأنه بس ما يتحلل، لأن حتى إعادة تدويره مو سهلة، أصلاً في أنواع ما تقبل إعادة تدوير بسهولة. صحيح. بسهولة. صحيح. وبالأخير هو مادة يعني هي خلينا نقولها بالمصطلح الكويتي يعني عشان أسهلها عليكم، هي خلطة كيميائية chemicals، فمو سهل إن أنا أردها مادة خام مرة ثانية واستهلكها، فأسوأ شيء في إعادة التدوير وتفقد حتى المواد هذه تفقد جودتها بعد إعادة تدويرها هو البلاستيك. أفضل شيء في إعادة التدوير هي المعادن، وأيضا كنا نجمعها، كل شيء يتبع المعدن، ألمنيوم، حديد، كل شيء يتبع المعادن حتى النحاس كنا نجمعهم.
وهو أفضل شيء في إعادة التدوير. ليش؟ لأنه ما تفقد جودتها. المعدن لما ترد تصهره مرة ثانية وترده مادة خام تقدر تستخدمه في أي شيء كما هو مادة خام طبيعية. نعم، من بين الحديث اللي ذكرتي حضرتك البلاستيك، صحيح إعادة تدويره قلتي جدا صعب، صحيح كونه هو مركب وأيضا ممكن يسبب ضرر حق البيئة مثل ما احنا عارفين، ومثل ما ذكرتي أيضا في بعض المواد من البلاستيك ما لا يمكن إعادة تدويرها. صحيح، شو اللي قاعدين تسوونه مع البلاستيك؟ شلون تتعاملون مع هذه المادة تحديدا؟ صحيح، أول شيء احنا يمكن هذه معلومة وايد ناس ما يعرفونها، احنا عندنا في الكويت مصانع إعادة تدوير وعندنا مصانع إعادة تدوير ضخمة لكن ما تم تمكينها. حتى هذه المصانع ترى تقدر تعيد تدوير كل أنواع البلاستيك الموجودة عندنا في الكويت، لكن هو الفكرة أنها مو سهلة. نعم، إحنا مو قاعد نقول أن إحنا مثل أو مصانع إعادة تدوير راح تمتنع عن إعادة تدويرها، لا هي راح تعيد تدويرها لكن مكلف جدا. النصيحة هني وهذا الشيء إحنا كنا دائما نركز عليه في كل بوست في الإنستغرام، الحل مو في إعادة التدوير، ولا مرة أنا قلت أن الحل في إعادة تدوير، الحل في خفض الاستخدام، بدائل بيئية مستدامة أكثر وإعادة الاستخدام فقط. إعادة تدوير حل لمسح جريمة النفايات، نعم، لكن مو حل للنفايات. صحيح، هني على الوعي بالنسبة للأفراد داخل المجتمعات، صحيح أن يكون عنده هذا الوعي الكافي أني أنا أعرف هذه المواد المضرة للبيئة. فهني لكم دور أيضا أختي فاطمة، بما أنكم أسستوا هذه المبادرة إيكوستار، خلينا نتكلم عن بعض الأمور اللي تبثنونها للشباب كوعي مجتمعي. أول شغلة لازم نذكرها هني أن الحين أو وسيلة الإعلام الأولى هي السوشيال ميديا بشكل عام، وسائل التواصل الاجتماعي، عشان كذي إحنا ركزنا كل طاقتنا في وين؟ منصة واحدة وهي الأشهر في الكويت، منصة الإنستغرام. حسابنا في الإنستغرام يغطي كل المواضيع البيئية. نعم في عندنا قلة وعي في الكثير من المواضيع البيئية، لكن بالإضافة إلى ذلك عندنا شعب مستعد للتعلم. لو ما كان عندنا شعب مستعد للتعلم كان إحنا ما استمرينا الفترة اللي طافت. حسابنا في الإنستغرام يغطي كل المواضيع البيئية، مو بس إعادة التدوير، تغير المناخ، الاحتباس الحراري، الاستدامة، الطاقة البديلة والطاقة النظيفة، إعادة التدوير وإعادة الاستخدام والكثير من المواضيع البيئية. نعم، أعتقد أن في بعض المفاهيم والمصطلحات صارت سهلة بالنسبة لكثير من الشباب، خصوصا أن هذه الأمور تدرس في المناهج، فشوية نوعا ما صار في وعي بيئي بالنسبة للشباب، واليوم حتى الأطفال الصغار عندهم هذا الوعي الكافي، لكن يحتاج إلى تضافر الجميع، وأن تكون في مسؤولية مجتمعية عند الفرد نفسه باستهلاكه للمواد. هي متوفرة موجودة، لكن الشخص هو يقدر يحد من استهلاكها ويعرف إيش كثر أنا ممكن أستخدم. طيب أكثر الفئات اللي تفاعلت معاكم؟ أكثر الفئات المتفاعلة معانا وبجدارة النساء. أوكي. هذا الشيء أنا دائما قلته أكثر من مرة. هل في فئة عمرية مثلا معينة؟ الشابات والأمهات الكويتيات أولا، الوافدات الأوروبيات الأمريكيات ثانيا، لأن هذا هم جايين من بيئة مختلفة، وهذا الشيء أنا قلته في مقابلة ثانية. نعم. هم الأول فئات، بعدين يليهم الشباب الذكور، أصعب فئة هم كبار السن. كبار السن تقنعهم ان إعادة تدوير هذا عزك الله ما يصير تقطع مهملات، لازم تقطع إعادة تدوير وانطرني انا استلمه منك، هذا الحكي ما يمشي عنده. عشان كذي هذه نقطة لازم نقولها، هذه المشاريع البيئية اللي كلها احنا قاعد نسويها راح تظل مسوي مبادرات، ما راح توصل حق مستويات عليا. انا رؤيتي النهائية ان صناعة إعادة تدوير تكون دخل قومي مساند للنفط، دام ان احنا معدل الاستهلاك وانتاج النفايات عندنا وايد عالي، ليش ما استفيد منها ماديا؟ ليش ما اصدر النفايات حق الخارج؟ لكن ما في دعم حق هذا النوع من المشاريع لا من الجهات الحكومية المسؤولة ولا من الهيئات. نعم. فهذا الامر نوعا ما محبط. نعم، دائما ايش قاعده تشتغلين بمجهودك وتعبتي، ومن 2019 تشتغلين على هذا الموضوع، والحين ما شاء الله عليك قاعده تطلعين في لقاءات بالسوشيال ميديا بالتلفزيون، الجهات المسؤوله والمسؤولين اكيد يتابعونك في هذا اللقاء، واكيد دوله الكويت حريصه على افرادها، على خلينا نقول الشاب نفسه انه هو يتطوره من كل النواحي. اكيد هناك الكثير من يسمع لك في هذا الموضوع وراح يكون لك دعم، وانا متاكده لانك اشتغلتي على نفسك والدعم موجود عندنا بالكويت خصوصا لفئه الشباب. لكن الواحد يمكن في البدايه اول ما يبتدي اي مشروع ما يشوف يمكن تشجيع له، لانه يكون شيء بالنسبه له غامض، وهو للحين
الحين ما بحث في اكثر وتعمق، ما شاء الله عليك اليوم انت يعني بروفيشنال انا اقول، من معلومات من مبادرات قاعده تاسسينها من دعم مجتمعي، وذكرتي بان المراه دعم لكم في هذا المشروع. جداً جداً ترى المرأة على فكرة وجودها جداً مهم، لأن هي ربة المنزل، وخصوصاً أنا أتكلم عن ربات المنزل اليوم. صحيح. تعرف شلون تستخدم المنتجات وش اللي تأخذه وش اللي تحاول أنها تقلل من استهلاكه، ترى هذا وايد زينكم وصلتوا لربة المنزل. علشان كذي سألتك الفئات العمرية اللي قدرتوا تستهدفونها من بعد ما بديتوا هذه المبادرة، وشفتي خلينا نقول تقبل المجتمع الكويتي لها، خلينا نقول مدى الوعي قمت تحسين بالنسبة للناس إيش كثر اليوم؟ أول شغل، أول إشارة أعطتني إنديكيشن على أن الوعي أو الإحساس البيئي كان جيد من خلال مشروعنا هو بداية أزمة كورونا، لما اضطرينا نوقف نشاطنا في إعادة التدوير لأن خطر بأسباب أمن وسلامة. صحيح. اضطرينا نوقف نشاطنا في إعادة التدوير نخاف من ينقل المرض. لما كانوا يراسلوننا، لما كانوا يقولون احنا الحين شنو نسوي، احنا نشعر في الذنب، يصوروا لي البلاستيك والورق والمعدن اللي جمعوه اللي ما عارفين وين يسوونه، هذا كان يعور قلبي انا اول شيء. وكان يعني حتى هذا الاثر، هذا النفس اللوامه، تقدير البيئه في هذا النوع من في هذا النوع من المشاريع والخطوات، فعلا انا قاعد اشوف ألامس انجاز اكثر من اي شيء. ليش؟ لما يكون في انسان يستشعر مراقبه الله له، يدري ان الاضرار في البيئه بالشرع حرام، ويدري ان في حل لكن كوفيد 19 منعه، هذا بحد ذاته شيء انساني صراحه. ما كنت ادري او ما كنت اتوقع ان راح اوصل لهذا المستوى من الوعي عند الناس. يعني هذا شيء وايد حلو، وخلينا نقول احساس الفرد بالمسؤوليه اكيد تحتم عليه انه هو يعرف شلون يتعامل طبعاً مع اللي موجود حوله وشلون يتصرف. لكن ازمه كوفيد 19 من بدت يعني تقريبا بيصير لنا سنه مع صحيح. هذه الازمه لغت كثير من المشاريع، لكن الحمد لله الشباب قادرين هم يتواصلون رغم ان هذه الجائحه عطلت مشاريع كبيره يعني على مستوى العالم مو بس دوله الكويت. فعلشان كذي يمكن لحد الحين مو لاقيه اللي ببالك، لان يمكن دخلت ازمه كوفيد 19، انت بديتي من 2019 صحيح، وب 2020 بدت كوفيد 19 لغت كثير من الامور. صحيح. ان شاء الله انا اتوقع الفتره القادمه ان شاء الله يا رب احنا ندعي دائما، والانسان ما يعرف شنو المجهول او شنو اللي راح تخش الايام، لكن احنا نتفائل بالخير دائما، يكون في تغيير بالنسبه لكثير من الامور. واكيد لما تهدى الاوضاع بالنسبه لهذا الفيروس او هذه الجائحه ترجع كثير من الامور الى نشاطها وضعها الطبيعي. علشان كذي انا اقول لك انه ان شاء الله انت مكمله واحنا مكملين معك، خصوصا كل شيء يهم دوله الكويت ويخص دوله الكويت الكل يشجعوا اهل الكويت، دائما تشوفينهم يعني اصحاب فزعات دائما، خصوصا في المواقف الصعبه مثل ازمه كوفيد 19. ومعك اكيد كلنا ايدنا بيدك ونشد عليك في هذا المشروع اختي فاطمه، ونشجعك امانه. يعطيكم العافيه على هذا الكلام الطيب وتشجيعكم لثمنة عندي، شكرا جزيلا. يعطيك الف عافيه. قبل لا اختم معك، اللي حاب ينضم معك في هذا الفريق، اكيد الحين في ناس تتابعك وتتعرف شلون، هل في شروط معينه، هل في طريقه ان اي شخص ينضم لكم؟ قبل فتره او قبل ان نوقف نشاطنا كان عندنا موقع الكتروني نقبل فيه مبادرات او تطوعات عن بعد، يعني ترجمه او مشاركات في السوشيال ميديا، لكن لان نشاطنا شويه تخصصي صعب، ما مو من الأخلاقي مثلاً إن أرسل نباتات على هافلوري وأقول لهم روحوا استلموا المواد وكذي، هذا كان شوية فيها صعوبة وأنا ما ألوم الناس في هذا الموضوع. لكن نعم كان عندنا مجال التطوع، لكن أكرر مرة ثانية اضطرينا أن نوقف نشاطنا في هذا المجال إلى إشعار آخر، وإن شاء الله إذا ردينا راح نعلن على صفحتنا في الإنستغرام شنو المجالات التطوعية اللي يقدرون الناس يشاركون فيها. إن شاء الله وإحنا معاكم إن شاء الله. أكيد شاء الله. وزارة الإعلام داعمين لكم أكيد وللشباب، وبدليل وجودك معنا اليوم في برنامج شاي الضحى واللقاءات القادمة اللي أكيد راح تكونين فيها وتنورين تلفزيون الكويت وين ما تكونين، إن شاء الله راح تنورين بجهدك وهذه المبادرة اللي أسستيها. شكرا لك أختي فاطمة الزلزلة، نورتينا في شاي الضحى. شكرا شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. يعطيك ألف عافية. ننتقل معكم مشاهدينا إلى فقرتنا القادمة مع الزميلة شروق سامين وآخر صيحات الموضة والأزياء، تابعوها.
صباح جديد بمود جديد مع فكرة جديدة وفقرة جديدة من فقرات ساشن. اليوم بنتكلم عن استخدام جديد للمود بورد. اليوم المود بورد بنستخدمه في الفوتوشوت. فوتوشوت أوتفيت، فوتوشوت كولكشن كامل، لازم يكون في عندنا مود بورد ولازم يكون عندنا فكرة أساسية نقدر نخليها أو نطبقها على الفوتوشوت كله. طبعاً أكيد أنتم تعرفون أن حتى المصورين في لهم تخصصات، يعني مصور الفاشن يختلف عن مصور الطبيعة مثلاً، يختلف عن مصور الأكل، يختلف عن مصور الديكور، بس كلهم يتفقون في شغلة واحدة وأنهم لازم يكون عندهم مود بورد ولازم يكون في عندهم فكرة أساسية للتصوير. ومثل ما قلنا ومثل ما وريتكم راح أحط لكم مود بورد الأوتفيت هذا والتصوير هذا اللي هو لا علاقة بالفاشن طبعاً. تركيزنا راح يكون على ديتيلز الأوتفيت، ألوان الأوتفيت، الثيم العام للأوتفيت، زائد التفاصيل كلها، لأن أكيد اللي تابع الفاشن أهم شيء عنده الصورة، الصورة ككل لازم تكون صورة حلوة، لازم تكون الألوان واضحة وظاهرة مع الديزاين. يعني كل ديزاين طبعاً أكيد فيه لون يناسبه، عشان كذي ساعات تشوفون الشكل مو حلو لأن اللوك كله على بعضه ما يكون متناسق، فلازم يكون فيه تناسق بالديتيلز، تناسق بالألوان، تناسق بالثيم، تناسق حتى مع المكان اللي يصير فيه الفوتوشوت. يعني أنتوا تشوفون يمكن الفوتوغرافر يعطيكم صورة تشوفونها خلال ثانية، ما تدرون شنو المجهود اللي يكون وراء هالثانية هذه، ما تدرون شنو المجهود اللي يكون وراء تيم كامل متخصص عشان يطلع لكم الصورة بالطريقة اللي أنتوا تشوفونها. المود بورد اليوم راح يكون بألوان الطبيعة الأزرق والأخضر، زائد اللون المحايد معانا اليوم اللي هو الأبيض اللي أنتوا شايفينه في المكان اللي نشوفه الحين. الألوان كلها مع بعض متناسقة مع الثيم ومتناسقة مع فكرة التصوير. شوفوا الصور معاي وقولوا لي رايكم وقولوا لي تناسقها مع المود بورد ناجح ولا مو ناجح. في ختام هذه الفقرة ودي أعطيكم تبس صغيرة لها علاقة بالفوتوشوت. الفوتوشوت فيه لها تريكس صغيرة يمكن مو الكل يعرفها، لها علاقة باللوك النهائي خاصة لما يكون فاشن. يعني الوقفة بزوايا معينة، دورة الوي بزوايا معينة، القصة مالت الأوتفيت اللي تخلي الجسم ساعات في بعض التريكس تبين الجسم أضعف وتبين الجسم أطول. عشان كذي قلت لكم أن مصور الفاشن يختلف عن المصور في مجالات ثانية، لازم يكون عارف التريكس ويكون هو يوجه الموديل أو يوجه الشخص اللي بيسوي الفوتوشوت شلون يوقف وشلون يعطي البوز الصح. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هالفقرة ونشوفكم في مود بورد ثاني. لأن المرأة تهتم بكل التفاصيل، أزياءها، مكياجها، عنايتها في بيتها وعيالها، علشان كذي نقول إن الأمومة شيء جدا جميل، لكن بعض الأمهات ممكن تبالغ في حماية الطفل وأخذ الكثير من القرارات عنه بحكم إنها تشوفه الطفل الصغير المدلل عندها، وهذا الشيء ممكن يكون له تبعات، وأيضا شلون ممكن هالشيء يأثر على شخصية الطفل. كل هذا إن شاء الله الأمور راح نناقشها مع ضيفتنا اليوم الأستاذة زهرة تقي، أخصائية نطق وسمع ومدربة أولياء أمور. صباح الخير. صباح الخير. حياك الله معنا أستاذة. الله يحييكم، مشكورين على الاستضافة. نورتينا في برنامج شاي الضحى. منور فيكم بوجودكم. أستاذة اليوم بالبداية يعني خلينا قبل لا نتطرق لهذا الموضوع، مهم جدا إن الأمهات اليوم تفكر وهي حامل شلون طريقة التربية، لكن أكيد الخبرة مع التجربة كل كثير من الأمور تتغير عندها، ومشاعر الأمومة أنا عرفت تتغير عند الأم، لكن مفهوم الحماية الزايدة بين الأم وعيالها، احنا أحيانا نشوف بعض الأمهات والآباء أيضا عندهم حماية زايدة، إيش كثر هالشيء يأثر على الطفل؟ احنا دائما
نقول الاتزان في كل شيء بالحياة مطلوب. لا الحب حلو ومطلوب والمشاعر للطفل مطلوبة، ولكن الحرص الزايد على الطفل ممكن يخرب علي مشاعري ومشاعر الحب على الطفل. لما يكون حرصي وايد زايد على الطفل معناته أنا ممكن أمنعه من طلعة، معناته أنا أمنعه من أنه يتخذ بعض القرارات بنفسه، أمنعه من أنه يمارس هواياته، أمنعه من أنه يكون صداقات بحكم أنه والله أنا خايفة عليه. فهني أنا دائما لازم أوازن بين الحب وبين الحرص. أنا أحبه وأعطيه كل طاقتي، ولكن ما يصير هذا الحب وهذا الحرص يطغى على شخصية الطفل. بعض الأحيان أنا لازم أضطر أنه أخلي هو بروحه ينقي أصدقائه عشان أبني شخصيته. مرات ممكن يطيح بمشكلة معينة عشان أقدر أبني شخصيته. ما أقدر دائما أنا أحمي، ولا أنا رح أكون موجودة طول العمر عشان أحمي. فهو إذا ما عرف شلون يطيح بغلطة ويتعلم من هذه الأخطاء، إذا أنا ما رح أقدر أربيه بشكل صحيح ولا أبني شخصيته بطريقة صحيحة. لذلك دائما نشوف بعض الأطفال اللي الأهالي يحرصون عليهم زيادة عن اللزوم، بالمستقبل لا سمح الله يصير عندهم فرصة الوقوع بالأخطاء الجسيمة أو حتى الانحراف إلى مسرى مختلف تماما يكون وايد أكثر، لأنه هو ما تعلم أن تكون ثقته بنفسه، معتد بنفسه، يعرف شلون يجابه الحياة، يعرف شلون يتخذ قراراته بنفسه، يعرف شلون يكون قائد فينقاد بسهولة. لذلك أنا دائما أوصي أولياء الأمور أن أحبه وأحرص عليه وكل شيء، ولكن لازم أخذ ستيب باك شوية، أرد لورا وأعطيه فرصة أنه هو بروحه يسوي بعض الأمور بنفسه، سواء يكون علاقات صداقة، سواء حتى ترى شيء بسيط مثل أنه ينزل الجمعية يشتري أغراض من الجمعية. يعني للأسف بعض المرات نشوف يعني الصبيان أول مثلا عادي أنه يروح فرع الجمعية يشتري الأغراض، الحين مثلا تقول لك الأم لا أخاف عليه، أخاف أحد لا سمح الله يتحرش فيه، أخاف تدعمه سيارة. أنا لازم أربي بشكل صحيح، أعلم بشكل صحيح، أنا خايفة أن تدعم السيارة، طيب قبل لا تنزل على الشارع تلف تتأكد أنه ماكو سيارة جاية، أخاف أن أحد يتحرش فيه، إذا أي أحد غريب عنك أو ما تعرفه لا تكلمه، صد عنه. فأكو أمور أنا التربية هي مو مجرد خطوط عريضة وبس خلاص، لا أكو دائما يعني إحنا بالتربية أكو فرق بين أن أنا أربي وأنا أرعى. الرعاية أن أنا أتكفل بس بأكلة وشربة ونومة، لكن التربية الفعلية أن أنا أسولف معاه، أن أنا أخاوي، أن أنا دائما أطلع معاهم، أكون صداقة معاهم، أعرف شنو الأمور اللي قاعد تحدث في حياتهم، هذه التربية الفعلية. فإحنا دائما نقول هل أنا قاعد أربي أو أنا قاعد أرعى؟ صحيح. إحنا لازم نحدد أنا كولي أمر هل دوري تربية أو رعاية؟ لا أنا دوري تربية، دوري رعاية، لازم يكون في رعاية أكيد. ولكن أنا لازم كولي أمر أنا أوجه، نعم. أنا أسولف، أفتح حوار مع عيالي، أعرف شو هواياتهم، أشاركهم هواياتهم. لما ربعهم يجون ممكن مثلا لا أقعد طول الوقت معاهم، ولكن أسلم عليهم، أشوفهم، أشوف طلباتهم شنو يبون، ممكن أسوي أكتيفيتي صغير معاهم بس عشان أجس النبض، أعرف مثلا من رفيجات بنتي، من ربع ولدي، شنو البيئة اللي هم طالعين منها، ولكن بعدين خلاص أخذ، نعم، ستيب باك وأعطيه هو المجال أنه هو بروحه يكون هذه العلاقة ويكبرها. وصدقيني الطفل اللي عنده هذه العلاقة مع ولي الأمر هو من نفسه رح يعرف أن هذا الصديق صالح وغير صالح. نعم، أنا ودي أوقف عند هذا الكلام أمانة، يعني جدا شدني كلامك أستاذ اليوم. يعني دائما إحنا عندنا هذا التخوف الكبير، ممكن بالسابق بعض الأمور ما كانت موجودة، فكان شوية في أمور أسهل وأبسط من الحين. صح. كونك السوشيال ميديا، صح، كل طفل عنده تليفون، عنده جهاز، عنده كمبيوتر، عنده إنترنت، فهني تصير الرقابة عند الأهل يمكن بشكل زايد ومبالغ، لأنهم ما يعرفون المحيط اللي حوله، ممكن ما يكونون من بيئته حتى، ممكن برا الديرة وناس منفتحين يعني زيادة عن اللزوم، وإحنا عندنا حدودنا كمجتمع مسلم محافظ. أنا ودي أتكلم عن هالنقطة هذه تحديدا، الأهل لما يصير في رقابة عندهم وعند عيالهم، مثلا في ناس تراقب أجهزة عيالها، في ناس تحط حتى كاميرات في البيت تشوف تحركات عيالها، رأيك بهذا الموضوع هل يوفر حماية للطفل أو هل هذه الحماية مؤقتة مثلا؟ إحنا بالبداية قلنا كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، أوكي؟ فأنا أحميهم وأحاول، هي مو رقابة كثر ما هي مساعدة، أوكي، لأن أنا مو موجودة طول الوقت،
ولا أنا بالجهاز طول الوقت. وحتى إذا كنت حاطة كاميرات مثل ما تفضلت كاميرات مراقبة، أنا مو قاعدة طول الوقت أشوف هالكاميرات. فإذا أنا ما ربيت في هذه النزعة أنه هو من نفسه يكون عنده مقياس للصح أو الخطأ، إذا أنا ما قمت بدوري كمربي بطريقة صحيحة. دائما الحوار لازم يكون مفتوح، واليوم إحنا مثل ما تفضلتي انفتح الطفل على عوالم خارجية كثيرة. صحيح. ويمكن حتى اليوم بالذات بسبب كوفيد 19 والتعليم عن بعد، الطفل صار على جهاز الكمبيوتر والآيباد طول الوقت. فأنا قبل لا أحاول أن أحمي وأحاول أن أسكر، لأن صدقيني كل طفل أسكر عليه برامج راح يعرف شلون يفتحهم بطريقة أو بأخرى. لازم نكون واضحين ولازم نتقبل هالشيء. ولكن الفرق هو أن هل أنا عندي الجرأة أن أنا أفتح هذا الحوار مع ابني أو مع بنتي عشان أقدر أوجههم بطريقة صحيحة؟ شنو الشيء اللي أنتوا قاعد تشوفونه؟ هل أنا بس راح أنهي لا ممنوع، أو راح أفتح معاهم حوار ليش ممنوع؟ اليوم الطفل ترى ما يتقبل. إحنا أول يمكن كان يقول لك الوالد لا، يعني لا خلاص ليش بس ما تثنى، ما تعرفين ليش صح. اليوم لا، الطفل يناقشك إنزين ليش لا، إنزين بس ربعي، إنزين بس رفيجاتي، إنزين أهم خلوهم، إذا أنت ما تثقين فيني. فأنا لا، أكو حوار، الطفل قاعد يفتح حوار. ما أقدر أنا طول ما الطفل يفتح معي حوار أقول له بس خلاص أنا قلت لك لا، طيب ليش لا؟ لازم أجاري الطفل. فهني هذه تي أهمية علاقتي أنا مع الطفل، وطريقة شلون أتعاطى أنا مع الطفل. هل أنا عندي استعداد أن أنا أفتح معه حوار وأفهمه ليش هذا غلط، ليش أنا قاعد أقول لك ما يصح، ليش هذا البرنامج بالذات ما ندخل عليه مثلا، ليش هذا الشخص ما نتكلم معه، ليش انا قاعد امنعك من انا مو لاني ما اثق فيك، انا لانه ممكن ما اثق بالشخص الثاني اللي قاعد يكلمك. بالضبط. فهني انا لازم كولية امر اتقبل ان شخصية السيد ما تنفع اوكي، وشخصية الوالدة الدكتاتورية او الوالد الدكتاتوري ما تنفع مع جيل اليوم. فمثل ما الوقت تغير والجيل تغير، اذا حتى طريقة تربيتي لعيالي تحتاج تتغير. مو المعنى ان انا اقط كل الاشياء الجميله اللي احنا تعلمناها في وايد اشياء من ابائنا واجدادنا حلوه يعني خذيناها، ولكن لازم اماشي التغيير اللي قاعد يصير بالعالم بحيث ان انا اقدر اربي على الاشياء الحلوه اللي موجوده في عاداتنا وتقاليدنا وفي مجتمعنا، ولكن ابني عليها مع المعطيات الجديده اللي قاعد تطلع في العالم. هذا كلام جدا واضح، خصوصا فيما يخص بان التربيه وشنو الامور اللي تكون ممنوعه عند الأهل داخل البيت، لكن شو ممكن أفتح حوار مع عيالي أخليهم يتقبلون بأن هذا فعلا شيء ضار لهم ويأثر على سلوكهم حتى على أفكارهم على معتقداتهم، وايد أمور إحنا فعلا يعني لازم يكون كأهل عندنا هذا الحوار وهذه المساحة الكافية أنه هو الطفل يناقش ويعرف ليش، لأن إذا منعتيه من الشيء ممكن هو خلينا نقول بجهاز آخر عند أصدقاء يشوف هذه خلينا نقول وسائل التواصل الاجتماعي متنوعة بشتى أشكالها ويدخل على صفحات إحنا ما نحب ان الطفل حتى يدخل في هذا العالم. متى الطفل يقدر ياخذ قرار بنفسه؟ هل في عمر معين مثلا انا اقول هني لازم انا اشوف رده فعل الطفل وشلون ممكن ياخذ قراراته؟ احنا من البدايه ترى من عمر سنتين لازم اعود الطفل ياخذ بعض القرارات. اعطينا بعض الامور. شوفي الطفل من عمر سنتين يبتدي يكون شخصيته. نعم. اوكي؟ ودائما احنا اكو مصطلح بالانجليزي نسميه تربل توز. إنه هو يصير الطفل عنيد، يصير صحيح. الطفل تيلة نوبات غضب كثيرة. أوه وايد. صح. تشوفينهم بالجمعية اللي فجأة يقط روحه على الأرض ويصيح ويبكي وإلا يبي الشيء المعين. هذه بداية بناء الشخصية، الطفل قاعد يحاول يبني راية أو قاعد يحاول يقول لك أنا موجود، أنا أبي أتخذ قرار. فأنا من عمر السنتين لازم أعطي الطفل المجال أنه هو يتخذ بعض القرارات. صحيح. في هذه المواقف أمانة يعني الأهل يتنرفزون. صح. عادة وتصير ردة الفعل يعني غير متوقعة والواحد ما يقدر مرات يسيطر على نفسه. وبعض الأمهات خلاص تقول له بس أخذ اللي تبي بس فكني بس. صح. ممكن تستسلم. صار صحيح. شوفي إحنا دائما نقول أنا من بداية عمر السنتين ودائما حتى لما أدرب أولياء الأمور أقول لهم أنا أعطي الطفل اختيارين، ولكن انا لازم اكون متقبله الخيارين اللي قاعده يعني انا واثقه منهم. مثلا اعطيك ترى بشكل مبسط جدا انا لما اقول لك طفل بسنتين ياخذ يتخذ قراراته، مثلا احنا بنطلع لزواره وانا ابي ولدي مثلا يبدل، اطلع له التيشيرت الاخضر والاصفر، اقول له يوسف ماما تبي تلبس التيشيرت الاصفر ولا الاخضر؟ انا لازم اكون متقبله التيشيرت الاصفر والاخضر. فهو اذا قال لي اصفر اقول له اوكي، واذا قال لي الاخضر اقول له اوكي. ما يصير اعطيه خيارين ويقول لي انا بلبس الاخضر اقول له لا 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 لازم تلبس الاصفر.
فهني أنا عطيتها المجال لبناء شخصيته لاتخاذ قراره. أوكي. أنا فعليا ترى أنا اللي اتخذت القرار، لأن أنا عطيتها التيشيرتين، أنا اتخذت قرار الأصفر أو الأخضر، ولكن أنا عطيتها الإيحاء أن أنت قاعد تتخذ القرار. إذا هل يبدأ بعد من الأكل؟ أن أنت مثلا إحنا نسوي أكل أي ونجبر طفلنا ياكله، فهالصج يعني هذا الموجود مثلا طبخنا لك هالاكله اكلها، هل هذا ياثر حتى على قرار الطفل انه هو مثلا اختياراته بالاكل مثلا محدوده؟ نقدر مثلا نوعنا بالاكل ونقول له اختار تبي هذا ولا هذا؟ هم يساعد على بناء الشخصيه. ضروري ان انوع الطفل بالاكل، بس مو معناته ان انا اطبخ خمس طبخات والله عشان هو يبي يختار شنو ياكل. هذا دلال زايد، هذا يعني زياده، هذا اللي قلنا لا، ما يصير ادلل زياده على اللزوم ولا يصير احرص زياده على اللزوم، لازم اكون واقفه بالنص. بعض المرات بلا بدلل زيادة عن اللزوم، وقت اللي يكون مريض، وقت اللي يكون تعبان، وقت اللي يكون ضايق خلقه، هني يحتاج جرعة دلال زايدة عن اللزوم طبيعي أوكي؟ يعني. ولكن مو طول الوقت أنا كيفك سوي اللي تبي، كيفك ماما اللي تحبه، كيفك اللي تبينا سوي. أنا أحس يحتار كيفك ترى يعني وايد صعب، حتى هني ترى هذا يهز شخصية الطفل أوكي؟ صحيح. فإحنا دائما لازم نعرف شلون نعادل ونوازن، أعطي ولكن بعض الأحيان لا أكون أنا صارمة أكثر. فعلى مسألة الأكل، أول يعني أول قاعدة عندي إن ماكو طفل يذبح روحه من اليوع، هذه أول قاعدة أوكي. بس إحنا ما نفكر كذي، هذه إحنا هني لازم عشان كذي أقول تدريب أولياء الأمور، لأن إحنا فعلًا ما نفكر كذي، ولكن لما أفكر في تبعاتها، مثلًا بعض الأمهات تجيني تقولي عمره 3 سنين الطفل، أنا ما أقدر عليه، أهو قاعد يمشيني أنا ما أقدر أمشي. شلون؟ ما يصير أهو عمره 3 سنين أهو قاعد يمشيني أنا ما أمشي، لأن باكر لما يصير عمره 14-15 سنة شلون تتحكمي؟ إذا ضاعت الدفة. صحيح. أوكي؟ فالتربية صعبة، ويمكن هذه أول درس أخذته من الوالد، قال لي الظن عزيز بس التربية أعز. فهي فعلا التربية وايد عزيزة، كثر ما أنا أعز بنتي وولدي كثر ما أنا أعز تربيتهم وأعز حرصي عليهم، ولكن مو الحرص الزايد عن لزوم اللي أخاف عليهم من الهوى الطاير، لا، الحرص يعني باتزان وبعقل. فإحنا لما نتكلم عن الأكل، أنا أحط مثلا إحنا طابخين اليوم مكبوس دياي، هذا غدانا، أكلت ما أكلت على راحتك خلاص. ممكن أنت باكر قبل بالليل مثلا أشاور عيالي، ها ماما باكر شو رايكم شو نطبخ، كل واحد يقول لي رأيه، إحنا نبتدي نتخذ القرارات مع بعض. فهني الفرق، أنا مو مثلا لا يصير الدلال إنه والله أنا فارشة الصفرة كلها كيفكم أطلب لكم المطعم على راحتكم صح، ولا يكون بس هذا اللي موجود وكيفكم أكلت ولا ما أكلت. فهني أنا أبتدي أوازن. حتى الأكل مثلا بعض المرات الأمهات تقول لي ولدي ما يأكل، ولدي ما يحب إلا كاكاو بطاط، أنا هني أنا المربي، أنا اللي دخلت الكاكاو طبعاً أكيد صح. هو من وين بيشوفهم أصلاً؟ فلأنه مستحيل هو عنده حساب بالبنك وهو قاعد يروح يشتري من الجمعية صح؟ أنا اللي قاعد أجيب المجلة بالضبط صحيح. فهني يعني دائماً أنا لازم أتعامل مع الطفل بذكاء، والطفل كثر ما ولي الأمر ذكي كثر ما الطفل ترى بعد ذكي. فأنا ما يصير أقول له والله هذه الأكلات ممنوعة ولكن أنا جايبتها وموجودة قدامه وأقول له لا بس ترى ما يصير تأكلها، إيش حق جايبتها؟ فإذا أنا فعلاً ما أبي ياكلها لا أجيبها. نرد مرة ثانية إلى نقطة الأكل، مثلاً بعض الأمهات تقول لي ترى ولدي ما يحب الموز أو ما يحب التفاح أو ما يحب العرموط، أقولها كم مرة عطيتيه إياه أو قدمتي له إياه؟ مرة أو مرتين. لا، أنا دائماً الأكل اللي ودي عيالي ياكلونه دائماً أحطه مثلاً كوجبة خفيفة أو سناك على الطاولة، على غرفة التلفزيون مثلاً إحنا مكان يمعتنا إحنا قاعدين، أحط سلة فاكهة، أحط السناكس الخفيفة الصحية اللي أنا ودي أن عيالي يأكلونها. كثر ما أقدمها وكثر ما عيالي يشوفوني أكلها كثر ما الشانس أن أهما يأكلونها راح تزيد أكثر. صحيح. فهني مسألة المعادلة والموازنة والتفكير، لازم أنا أفكر كولية أمر شنو الهدف اللي أنا أبي حق عيالي، شنو الهدف اللي أنا أبي أوصله حق التربية، ولكن مع ذلك أبتعد عن مثاليات. ترى ماكو أم مثالية ولا أكو أبو مثالي ولا أكو طفل مثالي، مو معناته أن أنا حطيت كل جهدي بعيالي مو معناته أن عيالي راح يطلعون شيء خيالي وشيء ما صار وشيء الدنيا ما شافت. لا، ترى عيالنا مثل أي عيال ثانيين، راح يطيحون بمشاكل، راح يتعرضون لبعض المواقف. الفرق هنا أن أنا طريقة تعاملي مع العيال. نعم، أكيد. يعطيك ألف عافية أستاذة، نورتينا وشرفتينا في حلقتنا لهذا اليوم. الموضوع والحديث معاك الصراحة جدا جدا شيق، كوني كأم والأمهات اللي تعبون أكيد شافوا سلاسة الحوار معاك أمانة، يعني ذكرت كثير من التفاصيل
وهذا الشيء الجميل اليوم ان احنا ناخذ المعلومه خلينا نقول تكون دقيقه جدا وبنفس الوقت انا اطبقها في البيت صح. واشوف مدى التغيير بعدين على شخصيه الام وحتى عيالها. احنا شاكرين لك. شكرا لكم ما قصرتوا على الاستضافه. يعطيك الف عافيه. راح ننتقل معاكم مشاهدينا من التربيه الى امور ايضا ايجابيه داخل البيت ولمسات جدا مميزه مع الاستاذه ساره اشرف ومعلومات حلوه ومفيده كل المهتمين بجانب تنسيق الزهور تابعوها. صباح الخير مشاهدين برنامج شاي ضحى، حياكم الله معنا مرة ثانية في فقرة عالم تنسيق الزهور. وعندما تتعطل لغة الكلام الزهور عالم ينطق بجميل الشعور. مثل ما وعدتكم بالفقرات السابقة أننا راح نسوي أشياء شوية تكون متقدمة، فمثل ما سوينا بالفقرات السابقة هاند بوكي، اليوم راح نسوي هاند بوكي بتكنيك أدفانس أكثر وتكون متطور أكثر أو تكون في فريمات أكثر. راح أتكلم شوي عن الفريمات واستخداماتها. طبعا التنسيق في الفريم هذا يكون شوي تنسيق مودرن، نفس التكنيك الهاند بوك اللي سويناه قبل اللي هو السبايرال تكنيك. فهني جهزنا الفريم، خلينا نتكلم شوي عن هذا الفريم. التكنيك اللي استعملناه هني سبايدر نت تكنيكس، الوايرز اللي استعملناه طبعا الوايرز انواع وراح نتكلم عنهم في فقرات قادمه ان شاء الله. 1.2 اللي هو ملي بوينت 2 يكون شوي سميك. ان شاء الله بفقرات جايه هم راح نتعلم شلون نجهز سبايدر نت تكنيك وغطيناه بالفرو، وبعدين نبدي ننسق في تكنيك السبايرال هاند بوكي. هذا الفريم الاول. الفريم الثاني انا جهزته ولكن هذا يكون اجمل حق مسكه عروس، ممكن يكون يعني مسكه عروس شويه تكون وايد غريبه وحلوه. سويت فيها هني نشوف اللولو مع السيم الذهبي اللي هو سيم الزينة، استعمل سيم الزينة وسويت هذا الديزاين، فيكون الموفمنت وحركته ويكون تنسيقهم تكنيك السبايرل راح يعطينا شكل وايد حلو حق مسكة عروس بتكنيك الهاند بوكي السبايرل. والفريم الثالث اللي هو من الناتشورال ماتيريالز اللي هو راح نسوي فيه اليوم تنسيقنا اليوم، لانه وايد انا احب انه يكون كل شيء ناتشورال بالتنسيق. راح استعمل هذا الفريم جهزته، بس بوريكم شنو بنستعمل في بوكيهنا اليوم، بعدين راح نبدي نطبق وراح تشوفون تطبيق ويانا. عندنا هني اهم شيء في تنسيق اللي هو الاسبرغوس، اسبرغوس بينتد، هذا اسبرغوس ولكن مصبوغ. نشوف درجته شويه على الاورنج، الروز طبعا راح يكون درجة البيتش على الأورنج، وعندنا شوية الجرينز، ضروري الجرينز مثل ما تعلمنا بالفقرات السابقة. وعندي هنا البالم ليفز اللي هو الدراي ليفز، قصيته وصبغته بهالشكل، وراح نشوف شلون نستعمل كل هالأشياء الحلوة في البوكي ونشوف النتيجة النهائية.